السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا والناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي متابعانا من كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. تحياتي بالأخص للشعب الكويتي العريق، طبعا الشعب المحترم، الناس الجميلة جدا، الناس حبايب قلبي طبعا اللي منوريننا دايما بقنواتنا على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة طبعا بنتقدم بكامل طبعا التعازي لشعب الكويت طبعا علشان وفاة أمير دولة الكويت طبعا الأمير صباح الأحمد. طبعا إن الله وإنا إليه راجعون، ويا رب تكون آخر الأحزان بإذن الله، تعيش الكويت في خير بإذن الله وبمشيئة ربنا، وما يكونش في عندهم أي حزن تاني بعد كده. تحياتي طبعا ليكم جميعا كأهل الكويت، ويا جماعة طبعا اللي بيروح لربنا طبعا بتالي بيكون افضل من اللي يعيش في الدنيا، ونقول لكم طبعا تحياتي لكم جميعا، ويا رب ما تشوفوا اي ضرر ولا تشوفوا اي شر باذن الله ومشيئة ربنا في الايام الجايه. وكمان دول العالم كله بالذات دول العرب طبعا كلنا في الاخر واحد، وكلنا اهل، وكلنا طبعا لازم نخاف على بعض ونزعل على بعض، ونرجع نقول لكم ان لله وانا اليه راجعون. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من عذاب القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.